صباح الخير من أجمل وأعظم وأطور مدن العالم في زمانها. هذه المدينة قبل 1000 عام كانت تضم 200,000 منزل و600 مسجد و50 مستشفى و80 مدرسة كبرى وجامعة و900 حمام بخار للنظافة. تخيلوا، كانت جميع طرقها مرصوفة ومضاءة بالسرج، كان يرى نورها على بعد 3 فراسخ 15 كيلو تقريبا. كانت تنتشر فيها دور العلم المكتبات. أحد هذه الدور كان يضم 600,000 مجلد، 600,000 مخطوط منسوخ باليد قبل اختراع الطباعة. مرحبا بكم في مدينة العلم والنور والنهضة، عاصمة المسلمين في الأندلس، قرطبة. يقول الطبيب الإنجليزي تشارلز سينجر إن طالب العلم الشغوف بالعلم آنذاك كانت لا ترضيه الدراسة في باريس وإكسفورد، وكانت تأخذ بلبها الأخبار عن مدارس وجامعات العرب، فما كان يرضيه إلا الدراسة في جامعات قرطبة وطليطلة. ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء، فما نسي الزمان ولا نسينا. الله الله، وما فتئ الزمان حتى مضى بالمجد قوم آخرون، وأصبح لا يرى في الركب قومي، وقد عاشوا أئمة سنين. وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون؟